للنضال، نضال يصوب والكرة بيديه. محمد خطيب كانت تصويبة ضعيفة من نضال، ولكن التصويبة الأولى المرمى بيديه الحارس محمد خطيب. كما نلاحظ أرضية الملعب صعبة للغاية، ولكن لا يمكن الفوز بهذه المباراة. بعد دقيقة نحن بعد دقيقة افتتاح المباراة، الكرة هناك مع سائد، والإبهام سائد يذكر لهذه التصويبة الذي يفتح الكرة النص وينه؟ من الشعب يبعدها مرة أخرى عابد لهادي، هادي اللي بحاول اللي انتصر بحاول وصلت لها من الشعب، الشعب تخرج لهجمة ونحن بنلعب سبعة تصويبة، الكرة بيدي الحارس صبي عبري على جناح سرعة لهادي، هادي عاد الكرة لعبد الله الذي يلعب اليوم كقلب دفاع بسبب غياب اللاعب صالح عبد الله، صالح عبد الله يتغير عن المباراة بسبب الإصابة. الكرة المقبل سوف يتغير صالح، نتمنى أن يعود للمباريات القريبة. الكرة هناك لعساف، هل يصل إليها عساف؟ لا، وصلت قبل ذلك لمحمد خطيب. كانت كرة جميلة من النضال، ولكن الكرة وصلت للحارس محمد خطيب قبل أن يصل إليها عساف. ضغط الشعب تحاول أن تخرج لهجمة، الكرة هناك ناحية عبد الله، عبد الله يبعدها بعيدا بعيدا لمنطقة اللاعب الشعب ينقلها. الكرة ما زالت مع لاعبي الشعب، وتخرج الكرة ل